وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر مبادرة المرفق الأوروبي الأخضر. تهدف المبادرة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر، وهي تتواءم مع جهود التنمية في مصر وتتسق مع أهداف المنصة الوطنية لبرنامج نوفي. ترأس وزير البترول كريم بدوي اجتماع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، وخلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات الأداء التي حققتها الشركة خلال عام، حيث وصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 35 مليون برميل من الزيت المكافئ، كما حققت حقول الشركة إنتاجاً يقدر بنحو 27 مليون و300 ألف برميل زيت مكافئ، وهو يمثل أعلى معدل إنتاج في تاريخ الشركة. قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة إن خطة جذب الاستثمار إلى السوق المصري تعتمد على استهداف وجذب الاستثمارات من دول وشركات معينة. وأضاف هيبة أن الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات بشكل رئيسي من 30 دولة، هي دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تعمل بكفاءة على مدار الساعة وتستقبل مختلف أنواع وحمولات السفن رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر. وأوضح الفريق ربيع خلال مشاركته في فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي بالسعودية أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر هي أزمة استثنائية لم تشهدها المنطقة من قبل، وتحد أمني كبير كان له أثر وتداعيات سلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات عبور السفن بالقناة. تباطأ معدل التضخم في الصين خلال سبتمبر الماضي، وظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4% عن مستواه قبل عام في الشهر الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 6% في أغسطس. هذا وانكمش مؤشر أسعار المنتجين 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل انكماش بنسبة 1.8% في الشهر السابق. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لصحر ناجي وفاطمة خليل، إليكما. شكرا ليلى عمر على هذه الوقفة الاقتصادية.